متابعي منبر طنجاوي، مرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامج دوريات رمضانيه. اليوم كنتواجدوا في نهائي دوري اطلس طنجه وطنجه، خليكم معنا. الشعور ديالك اليوم كتوج باللقب ديال الدوري؟ ايوا الشعور ديالي ما كيتوصفش، فهمتي؟ على حساب التمره والخدمه والدراري والناقص وبعض المرات العيا وزيد كتعرف الصيام، الكره هي هذه الحمد لله اللي خرجت هي. واش كتشارك كل عام في الدوريات ديال رمضان ولا؟ كنشارك في دوريات رمضان والحمد لله كنا ترنا في تروفيوس يعني هنايا في طنجه، ولكن جاب الله الحمد لله هنايا في الفينال. دوريات اخرين تقسيتوا منه ولا باقي مشاركين؟ منه واحد الدوري تقسينا منه، جوج ديال الدوريات تقسينا منه. على حساب الاصابه وعلى حساب الدراري ما كيتجمعوش الحضور، وهذه هي الكوره. شنو الرساله ديالك لصحابك اللي عاونوك باش توجي؟ الدراري كنقول لهم عطاهم الله الصحه تبارك الله عليهم كاملين بهم واحد واحد. واخا شنو كتبغي تقول للمغاربه بمناسبه شحال هذا الفضه؟ حنا ما بقى لنا والو للعيد الصغير دابا. كنقول لهم عيدك مبارك سعيد عليكم كاملين بكم، الله يدخلوا عليكم الصحه باش ما كتسمنوا ان شاء الله. شنو الشعور ديالك اللي ما كتوجي باللقب ديال الدوري؟ عاد حنا كنلعبوا من اجل الحومه ديالنا والدراري ديالنا، دائما هيدا كنلعبوا معاهم وكنرضاو بعطيسنا. الاهم هو الروح الرياضيه وبنادم يخرج سالم، هذاك هو المهم. كنتو خاسرين في الاول ولكن تقلبتوا عليهم وغلبتوا، شنو السر ديال هذاك؟ الاهم هو بنادم كيبقى ما كيخرجش من الماتش وبنادم كيبقى لاعب تنفينار دائما هيدا، والمهم هو النتيجه نغلبوا ونفرحوا الدراري تحاوم وسالم. كيفاش كتعيشوا الاجواء ديال الدوري خصوصا دابا انتم صايمين وكتلعبوا؟ كيفاش كتعيشوا؟ الاهم اخاي كنعمروا الوقت ديالنا، الاهم هو بنادم يخرج برجله سالمه وسالم. مرحبا. الكره هي هذه معنا، مثلا في الاول دخلنا مركزين مع ماركينا 3 جوال الاولى، صداق وقع لنا في حال اللي الدراري في حال اللي تصرخات ورجعوا فينا، مع ان الكره هي هذه كره فوز وخساره شات عمل مره علينا مره علي يوم الخامس. كيفاش كتعيشوا الاجواء ديال الدوري وانتم صايمين وكتجيو كتلعبوا مباراه؟ الدوري ممتاز الصراحه، الله دوري في مستوى التنظيم اللي كينظموا كل شيء، الخواء هو هذاك واعر. اللعبه قبل المغرب شويه صعيب ولكن تاقلمنا مع هذا الجو هذا شهر رمضان،
وداك الشيء اللي كاين اخويا. كل عام كتشارك دوريات ولا هذه اول عام؟ لا كل عام كل عام اخويا. كل عام شحال دوريات شاركت فيهم؟ جوج جوج. هذا الثاني هذا الثاني هذا الثاني ما كتبش يا اخويا تخصينا الله على التخصين. شنو الرساله اللي كتوجه لصحابك وشنو كتقول للمغاربه مناسبه هذا الفطر؟ حنا قرابين هذا الشيء. واش المبروكه ديال الاولى الدراري ديالنا نقول لهم مره اخرى ان شاء الله رمضان اللي ما تجي نعوضوا هذه الخساره هذه اللي عملنا. الله يرحمهم. مزيانه النديه بين الفريقين. هذا كيما كاين هذا كيما كاين هيا والدراري كتفرج والكره كتجمع دابا بحال لابس مغامره وما تشوف جمعتنا خصنا مع بعضياتنا الكره كتجمع بلادي وما تشوف اللي كاين. ديديكاس دراري الحومه ديالي وديديكاس دراري كتفرج كامله والله يدخل لنا بالصحه والعافيه وطوال العمر الله يخلي لنا الويده ديالو هذا ما كان. شكرا لك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.